أمانة الغياب لعمر بن أبي ربيعة. قالت سعيدة والدموع ذوارف منها على الخدين والجلباب: ليت المغيري الذي لم أجزه فيما أطال تصيدي وطلابي. كانت ترد لنا المنى أيامنا إذ لا نلام على هوى وتصابي. خبرت ما قالت فبت كأنما رمي الحشا بنوافذ النشاب. أسعيدة ما ماء الفرات وطيبه منا على ظمأ وفقد شرابي؟ بألذ منك وإن نأيت وقل ما ترعى النساء أمانة الغياب.